مؤتمر الأنطاكي في يومه الثاني. بهاجس الوحدة الأنطاكية الذي يعمل المؤتمر الأنطاكي على مناقشة تفاصيله، التأم المشاركون لمناقشة محاور ثلاثة تنصب جميعها في إطار عيش الكنيسة لواقعها وكيفية التعاطي معه. هكذا، ومع انطلاقة اليوم الثاني من مؤتمر الوحدة الأنطاكية، اجتمع المشتركون بحضور صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق في جلسة ثالثة تبحث موضوع العمل الاجتماعي بإدارة سيادة الأسقف يوحنا هيكل. وفي هذه الجلسة كانت هناك مداخلتان، الأولى للسيدة فريدة حداد والثانية للسيد سامر لحام. ركزت المداخلتان على ارتباط الخدمة المجتمعية بالرعاية، كما تطرقت إلى بعض المشاريع كنماذج للبحث. وكانت الجلسة الرابعة بإدارة سيادة الأسقف ديمتري شربك، وتناولت موضوع الحضور المجتمعي. وهنا كان لكل من السيدين طارق متري وحسان ريشة مداخلة في هذا الشأن. فبينما ركز السيد طارق متري على ضرورة التفتيش عن سبل فذة لتأكيد خصوصية حضور الأرثوذكسي في المجتمع، تكلم السيد حسان ريشة عن أهمية لعب الكنيسة دوراً جديداً يتماشى ومجتمع المعرفة. وبعد استراحة قصيرة تخللتها صورة تذكارية للمؤتمرين مع صاحب الغبطة، ابتدأت الجلسة الخامسة بإدارة سيادة الأسقف إغناطيوس السمعان متناولة موضوع التواصل، حيث تكلم كل من السيدين كارول سابا وديمتري خضر، فتطرقا إلى الدور المفصلي للإعلام في عالم اليوم وفي إيصال رسالة الإنجيل. وفي نهاية كل جلسة أجاب المحاضرون على تساؤلات طرحت من قبل المؤتمرين. ومن بعد ظهر اليوم الثاني للمؤتمر، ابتدأ المؤتمرون مناقشة المواضيع المطروحة ضمن المحاور الخمسة في لجان عمل مصغرة. أدار جلسات النقاش هذه خمسة من السادة المطارنة: دمسكنوس البرازيل، سابا حوران، باسيليوس عكار، أفرام طرابلس، وإسحاق ألمانيا. وبعد استراحة قصيرة كان للمؤتمرين فرصة للتعرف على جامعة البلمند من خلال كلمة ترحيبية لرئيس الجامعة دكتور إلي سالم، أوضح فيها ارتباط هذه الجامعة الوثيق بكنيسة أنطاكية الأرثوذكسية، كما شرح السياسة العامة للجامعة وفلسفتها في أن تكون جامعة جامعة على مستوى العالم كله. ومن ثم تولت الهيئة الإدارية إعطاء فكرة عامة عن كليات الجامعة وفروعها وعدد طلابها والأقسام المنشأة حديثا فيها. بعد ذلك توجه الجميع إلى مركز الزعني التكنولوجي للهندسة والأبحاث الصناعية، حيث قام غبطة البطريرك يوحنا العاشر بتدشين هذا المركز. اختتم هذا اليوم بأمسية غنائية جميلة قدمها كورال ثانوية سيدة البلمند في القاعة الأثرية في الدير.